قالت لك ان شاء الله ما تكونيش من النوع اللي يحرش لي يماه على العروسه. يا درا مريم كيفاه ما فهمتش انت تحرشي ماما؟ انا نحرش ماما عليك زعما فسا ماشي مليحه. اه نو ماشي الجورغان سين جيسبر ما تبدل. وحشنا ليليان وواسيلي مريم تيتاني ياك. المهم قالت لك وقتاش عرس مريم وخالد في جويي فوالا يدخل لكم نهضه هي بالك تاع في جويي ايماجيني تحصل في جويي ايماجين يدخلوا نتوما كذابين هي تعطيك في النمر في النمر هاكا برك راني نقول برك لا دات يا درا فلا دات هي مازال ما وجدوا والو مي بون واش شنو شنو شحال جويي راح نكملوا لي ريبونس. قالت لك كيفاش راك حتكوني مع مريم كي تتزوج؟ كي يتزوج كيفاش راح تكوني مع مريم كي يتزوج؟ ما فهمتش كيفاش ما فهمتي كي يتزوج خالد كي يتزوج خالد مع مريم انا راني حندير شومبره في دارهم ونجي نعيش معاهم من الاخر وندير البنك عندهم تاع ليليا دار خويا وندي نقول لهم دار خويا نقول لها خويا قبل ما يكون راجلك من فضلك منين شيتي العشان ديالك؟ هاد العشان بزاف عزيز على قلبي هادي كادو. تقدري تربي وليد مريم؟ عشان يبلوكي هكا ايفون عفاكم ميساجو تاعو جو بونس. الوغ تقدري تربي ولد مريم كيفاش نربيه؟ تسمحي لي في وليدك كيفاه ما فهمتش ليه تربي وليدك؟ انت دوكا تولدي تزوجي مع خايتك بصح تعطيهولي تعطيهولي والله مريم تسمح فيه نرمي